مختلف بارلمانات العالم لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع قوانين موحدة لردع المتطرفين والإرهابيين بغض النظر عن بياناتهم أو جنسياتهم أو دولهم، والعمل على تجريم إيواء الإرهابيين أو دعمهم بأي صورة كانت وتحويل ذلك إلى واقع لا استثناء فيه. 12 دعوة البرلمان المصري وزملائنا الأعزاء في اللجنة الدينية على وجه الخصوص ومعهم اللجان المتخصصة أيضا، دعوة البرلمان المصري وسائر برلمانات العالم إلى عمل اللازم نحو تجريم الإرهاب الإلكتروني بشتى صوره وألوانه، لأن تجنيد المتطرفين الإرهابيين يتم تحت بصر وسمع أجهزة ووسائل تحتاج منا جميعا ومن العالم كله إلى وقفة جادة لتجريمه إن كنا جادين بحق في مواجهة الإرهاب وتخليص الإنسانية من شره. الأمر ليس فقط منوبا بعلماء الشريعة فقط، وإنما غيرهم من هؤلاء الذين ذكرتهم. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أننا كلنا مسلمون بأن ديننا دين السلام، ولا شك بأننا إيماننا بهذا لا يتزعزع، غير أن في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى ونسمع نظرات استغراب ونظرات استهجان لهذا الدين العظيم، ليس فقط من العامة وإنما من سياسيين وفي بلدان كانت في يوم ما تعتبر محاربة. محمد مختار جمعة، نحييكم، نشكركم، نهنئكم بهذا العمل الجبار وبهذه المبادرة النبيلة التي تبرهن على تشبتكم بثقافة السلم ونشرها، وهذا ليس بغريب عنكم لأنكم ولدتم وتضرعتم في هذا البلد الأصيل مصر التي دائما كانت ولا زالت الصدارة في نشر ثقافة الحب والسلام وثقافة الاعتدال والحفاظ على مبدأ التعددية والمواطنة الصالحة. حفظ الله مصر وشعبها، واستبدى الأمن والأمان لمصر ولبلدان العالم. أشكركم وأشكر كل العاملين معك في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفي وزارة الأوقاف وكل الذين رحبوا بنا، فنحن دائما في ضيافتكم نحس بأننا لسنا بضيوف وإنما نحن أصحاب هذا البلد. شكرا لكم وإلى المؤتمر القادم إن شاء الله.